تزيد الرواتب للموظفين، يعني تصير معيشتهم أحسن مع الواقع، يعني تزيد مثلا 30-350، يعني تزودها 350 بدل 260 حد أدنى. يعني خاصة اللي عنده أجرة بيت وعنده أسرة، يعني كمان ما بكفي، يعني بشو 260 دينار، يعني أقل بيت 200 دينار بدي يعيش ب 60 دينار، هذا مستحيل. فلازم يكون أقل شيء الحد الأدنى 1000 دينار عشان يقدر يعيش ويكون مسطور وبس. هذا إذا ما عليه التزامات ثانية، يعني بده محتاج ولادة، محتاج مرضى، محتاج أدوية، محتاج طبعا هذا كله، لأنه خاصة ما في تأمين صحي. التأمين الصحي كمان أساسي في البلد عندنا، مش متوفر هذا. أول شيء 260 دينار ما بكف، بتقول لي ليش؟ يعني أنت شايف الوضع وشايف الغلاء وشايف الديزل وشايف الأسعار صارت نار كلها بالهبل. 600 دينار ما بكفن سيدي، 600 دينار ما بكفوا. بده إيجار بيت، بده فواتير كهرباء، بده مي، بده بصراحة 260 دينار إطلاقا ما بكفي. يعني لو أعزب بتصور في هالزمن هذا، لو أعزب يا دوب بكفي 260 دينار. لا 260 دينار طبعا بكفيش عيلة، والمبلغ يعني أقل شيء بدهم 550-600 ليكفي عيلة. أجار بيت أقل إشي 150، مي، كهرباء، أقول لك بدوش إنترنت، بدوش يأكل ولا يشرب، بده يأكل يشرب، أقل شيء بده 500 دينار. يعني بدك أقل إشي 800,000 دينار، يعني 800 دينار لألف دينار، هيك أنت بتقدر تعيش توصل 25 الشهر 30 الشهر، يعني بيضل معك كم ليرة تسلك حالك عشان الشهر الجديد. هذا أول إشي. ثاني إشي يعني الله يعين المواطن، يعني غلاء وقلة شغل لأصحاب المحلات ومساعدات ما في، يعني صرنا إحنا بدنا نطلب، صارت المساعدة بتحسها إيش؟ يعني بدون المساعدات الشعب مش قادر يعيش. يعني على اليوم هذا أقل إشي عشان تتنفس بدك 500 دينار، أقل شيء عشان تتنفس، عشان أنت يعني مناش إحنا حقوق كاملة، إحنا حتى حقوق منقوصة ما ظل عنا. الحقوق الكاملة هاي لما أنت بدك توفرها لحياة كريمة بدك تارجت عالي عشان تعيش حياة كريمة، ولكن إحنا نرضى بالحقوق المنقوصة في سبيل إنه إحنا نظل في 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 بيئة آمنة. يعني يعني إحنا البنات غير الشباب، الشباب عندهم فتح بيت، في أطفال، في أجار بيت، في مونة، فإنه أكيد إنه مش كافي، كتير قليل، فإنه يا الأسعار بتنزل شوية أما بيزيدوا نسبة الأجور. يمكن 1000، ويمكن 1000 ما تكفيش كمان. ليرة مزيدين المواطن، ليرة المواطن مشن، بزيدوا أجور وبزيدوا الدين، بزيدوا الخضرة، الأكل، الشرب، والمواطن هو المواطن، يعني يا دوب المواطن عايش، والشباب عازفين عن الزواج، يعني شباب نصف الدين، ففي بنات وشباب لازم يعني الوضع البلد يتحسن أكثر من هيك، يتحسن ما بصمت. الكاز نزل، الكاز ماشي الحال، ورغم ذلك غالي، والبنزين رغم ذلك نزل ورغم ذلك غالي. أجار بيت، أقل بيت، البيت اللي كان ما يسكنش 200 ليرة، واللي طلعوا عليه يعني خلي مثلا صوفية زي مثلا جوفي مثلا أو كذا، كله سواسية 300-400 ليرة برا، و500 ليرة والله حرام. يعني المطلوب على الدراسة، دراسات الخبراء، الخبير اللي حكى هذيك اليوم إنه المواطن الأردني 300 دينار بكفي عائلة مكونة من 5 أفراد، هذا يجي يشرح لنا الوضع كيف بس بكفي. السلام عليكم. والله بظل هاي الأزمات أقل إشي بدها 500 دينار، يعني هذا أقل إشي، أقول لك أقل إشي، مش 260. الحد الأدنى 260 دينار لا يفي بأدنى متطلبات لأي عائلة، يعني مهما كانت يعني كبيرة أو صغيرة. يعني وأرجو يعني إنه من اللي بيسمعوا يعني المتنفذين في البلد إنه يعني يرفعوا أكتر من هيك، يعني بس لأنه بكفيش. يعني كل مواطن بده تقريبا 200-250، يعني كل مواطن يعيش شهر كامل طبعا بالغ انسى الصغار، بده من 200-250 دينار الفرد. فانت لما تعطي لموظف 260 دينار عنده عائلة طبعا 100% مش رح يكفي. طبعا لا، ما بيكفينا ابدا. يعني انا كموظفة
كان راتبي 350 دينار أردني، تمام؟ نهائيا ما بكفي. أول إشي إحنا بوضع اقتصادي كتير عالي، بنزين، مصاريف، أي مكان بدك تروح عليه، إذا بدك تنزل على السوبر ماركت بدك أقل إشي 10 دنانير. طب أنت بالأسبوع هيك عم تصرف كل راتبك راح. يعني إحنا أنا كبنت مش التزاماتي زي هالشاب، ولازم يكون دخلنا أعلى من 350. يعني أقل إشي للصبية تكون 500 دينار، الشاب أكتر من 500، لأنه الشاب عنده التزامات، عنده بده يكون حاله، بده يتجوز، بده يعمل كتير أشياء. فنا نهائيا لازم ياريت تعلوا بس الدخل تعالى، بس ياريت، يعني جد ياريت، أو يكون بس الاقتصاد عنا أقل من اللي أنتوا عم بتزيدوا فيه وبتكتروا بالمصاريف والدنيا كلياتها. والله عشان يقدر يعيش في هالبلد هذه، يعني على الأقل لازم يكون 500 دينار 600 دينار.